عبيد تاكلوا فلوس باش تعمل في عينيها رايح عبيد تمشيو توا للسبيطار بتاع يدي رايح ثم توا 14 حالة فيهم سبعة فقدوا النظر عمره 24 سنة وفقد النظر 70,000 هم يحكيوا عليهم هم مستانسين بالعلوش ومستانسين بالتورات وبالعروسات بس خلونا احنا مازلنا عايشين في الصحراء هذا بالمنطق بالعقل ما تدخلش العقل يفني شبابه وعينيه نظر شكون لي شكون لي نجم يحمل نعمة النظر تتاعها منه مش يبيع عينيه على 70,000 على 70,000 ويقولوا اطراف سياسية بالله يا اسمع اسمع انا كنت في سنين تو العرايب يحكي قال لك راهو الرش على بعد الولايه ضرب غاديك عباد ضربت في حومها في ديارها معناها الحاكم خلط عليهم ديارهم لحومهم وضربهم بالرش يحكي على مسافه 20 متر باش ما تاثرش هو يجي قدام عينه ويضرب في الحوم انا نحب نفهم حاجه اللي هو يحكي البارح محمد سالم قال لك هاو فما مركز كذا ومركز الروحيه ومركز مكدر ومركز كسرى يا ولادي تحرقت المراكز اما راهي تحرقت في النهار الرابع اعطيني انا يعني النهار الاول والثاني والثالث شنو اللي صار وتحرقت جره المهزله نتاع حمادي الجبالي ما يخرج الوالي الا ما نخرج انا كلمه ديكاج هي اللي جابتك يا جبالي كلمه ديكاج احنا اللي جبناها يا جبالي اما راك باش تخرج بها هي وما تخرج كان بها هي ما تخرج بكلمه اخرى وردوها عنا برشا كلام برشا كلام عنا اما بوتو فيك ما تخرج كان بهذيك جبالي قبل الانتخابات قال تحيه للشعب التونسي اللي ديكاج خرجوا الظلم تحيه للشعب التونسي توا ديكاج ما عادش توا ديكاج ما عادش يا خويا رئيس ليانا الرش مازال العرايد البارح يقول لا مازال الرش بعثوا مقاومه ارهاب لتوا ما تكلموا عليها بعثوها باش تعمل ديسام الناس في سليانه ماهوش بايتين في ديارهم شباب سليانه ماهوش بايت في ديارهم ماهوش بايت في ديارهم باش يعملوا لهم ديسام انا جايينكم نحن ما نستناوكمش باش تجيو انا جينا انا جينا انا لنا وموجودين باي طريقه حبيتوها اي طريقه اشرف من اي كان اشرف من 70,000 ومن علوش ومن طول احنا ما نجم تعمل فرض في باب السويق انتم ناس اخواتكم وقت اللي اخواتكم كونتر السلطه صبيتوا عليهم المظهر سي نورمال باش نستناو منكم هكا اذا كان باش ماشي في بالكم باش يبقوا لكم سي نورمال تضربوهم بالرش محرم دوليا من عام 1980